عشان كده هنتواصل مع الدكتور سعد شلبي الخبير التسويق الرياضي الكبير من المملكة العربية السعودية، حيث يعمل أستاذا زائرا بإحدى الكليات في السعودية، وهو في نفس الوقت مستشار التسويق الرياضي للنادي الأهلي وواحد من أصحاب الباع الطويلة جدا في التسويق الرياضي. يا دكتور سعد مساء الخير. أستاذ إبراهيم مساء الخير، والحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك يا دكتور، والتوفيق دايما يا رب. ربنا يخليك يا دكتور. طمني، الإجراءات القانونية عند هذا الحد الوضع مظبوط؟ الاجراءات القانونيه انت حضرتك طبعا عارف ان النادي الاهلي دايما بيبقى منضبط باطار قانوني محدد، وعندنا أيوة. مجموعه من الخبراء القانونيين دايما في اي مشروعات أيوة. احنا بنخشها بنبقى حريصين جدا على ان احنا يعني ننفذ كل الجوانب القانونيه الخاصه بالعمليات التسويقيه والعمليات التجاريه بتاعه النادي الاهلي. ده طول عمر النادي الاهلي كده، يعني دي مش من النهارده. تمام. والكابتن الخطيب طبعا بيبقى حريص جدا على ان احنا نتبع اللوائح اللي بتبقى منظمه الحقوق ما بين الاطراف، فاعتقد ان كل الامور ماشيه في الاطار القانوني السليم. تمام. الاهلي وصل له هذا الخطاب، رد بخطاب استيضاحي، يعني انا بقول ان هو الاهلي بيقول الاسم الاستاذ عماد بركات اللي ورد ممهور به هذا الخطاب ليس ضمن السادة المعتمدين أو الممثلين للشركة اللي رسى عليها العطاء، وبالتالي خطاب الأهلي بيستوضح الأستاذ عماد بركات يمثلكم بحيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ولا الوضع إيه بالظبط؟ هو في الحقيقة احنا جالنا خطاب موقع من أحد السادة الموقعين على الخطاب. أي. في الحقيقة احنا عندنا أوراق بتتقدم زي ما حضرتك عارف وفقا للقانون مع المظاريف الفنية والمالية، مين هم الأفراد الموكلين الرسميين من قبل الشركة ولهم حق التوقيع. ففي الحقيقة لما جالنا الجواب احنا طبعا لابد ان احنا نمشي في الإطار القانوني ونحترم الأفراد اللي الشركة الموقرة طبعا أرسلتهم لينا، قالت لنا هم دولة الأفراد الرسميين الممثلين للشركة ولهم حق التوقيع، عشان يبقى بس في كلام محدد من أفراد معنيين بالاختصاص. تمام. احترام وتقدير كامل لكل الافراد، لكن في القانون بيحدد ضوابط. صحيح. في افراد هم المعنيين بالتوقيع وهم المعنيين بمخاطبه النادي الاهلي في محل المزايده اللي هي مزايده الرعايه، وخصوصا في ان في جواب صدر بالترسيه على الشركه الموقره يعني، فاحنا بنستوضح الامر هل الخطاب ده بيمثل راي الشركه ام الخطاب ده شكله ايه، عشان يبقى عندنا الجوانب القانونيه سليمه يعني. تمام. ماذا بعد الخطوه الثانيه؟ يعني في حالة خروج طرف فاز بهذه الترسية، هل بتعاد؟ لا لا. لا يعني عندنا إجراءات قانونية برضو، ده ما ينفعش فيه آراء شخصية يعني. تمام. عندنا إجراءات قانونية بيدرس قانونا كراسة الشروط المطروحة، إن هي كراسة الشروط المطروحة بتقول إن إحنا عندنا في حالة عدم الانسحاب أحد الأفراد أو عدم اتمام إجراءات التعاقد بيبقى في جوانب إحنا بنتبعها وفقا للقانون. فإحنا ملتزمين بالنواحي الخاصة بالقانون، ما يبقاش فيها أي آراء شخصية لأي حد. فالمسألة قيد الدراسة القانونية. دكتور سعد؟ أستاذ إبراهيم؟ المسألة قيد الدراسة القانونية دلوقتي. يعني كل الاجراءات دي متوقفه على احنا ان شاء الله في انتظار الرد من الشركه بهل الجواب اللي جاء للنادي الاهلي هو ده بيحمل راي الشركه او ده ممثل للشركه، وفي اطار الرد اللي بيجي لنا من الشركه بنتخذ كل الاجراءات اللي برضه بينص عليها القانون واللي بتحمي مصالح النادي الاهلي والحقوق التجاريه بالنادي الاهلي، لان الحقوق التجاريه للنادي الاهلي هي محل احترام وتقدير من كل الناس اللي موجوده داخل السوق الرياضي، سواء كان السوق الرياضي المصري او السوق الرياضي العربي، لان قيمه النادي الاهلي قيمه تجاريه الجميع كله بيبقى عايز يشتغل معاها، لانها بتكبر كل الافراد وبتكبر كل الشركات، لان طبعا انت عارف حجم الطلب علينا في السوق قد ايه. احنا النادي الاهلي عنده هو اكبر نادي في العالم له جماهير في موطنه، ده بيمثل حجم طلب كبير جدا بالنسبه لشركائنا في الرعايه، فده كلام اكيد الكل عارفه والكل مدركه يعني. دي النقطة اللي أنا يهمني أقف عندها شوية يا دكتور سعد، لأن هي تخص الجمهور. الجمهور يمكن تفاصيل الترسيات والمناقصات والمزايدات وحقوق الرعاية تفاصيل قد تبدو مش محل اهتمام الجمهور، لكنه صوت بس يا أستاذ إبراهيم. بقول لك دي النقطة اللي محتاجين الجمهور يفهمها كويس. ماذا تعني القيمة، قيمة العلامة التجارية للنادي الأهلي كقيمة تسويقية في السوق للجمهور؟
جمهور النادي الاهلي هو احد مكونات القيمه للعلامه التجاريه بتاعت جمهور النادي الاهلي، لان في كتير من الانديه هي لها اداء مرموق ولها قواعد داخل السوق، لكن اهم حاجه عند حضرتك هو حجم الطلب على العلامه التجاريه اللي بيجي من الجمهور، حجم نسب المشاهده امام شاشات التلفزيون، حجم الناس اللي على مواصل يعني مواقع التواصل الاجتماعي. النادي الاهلي النهارده عنده اكثر من 31 مليون متابع على الموقع الالكتروني الرسمي بتاعه. ده النهارده احنا بنتكلم ان النادي الاهلي ما بين العشرة الكبار على مستوى العالم في العدد الافراد والمشجعين اللي هم على المواقع التواصل الاجتماعي بتاع النادي الاهلي، فده كله بيدي تعزيز لمكانه وقيمه العلامه التجاريه. وهنا بتيجي قيمه الانديه، يعني مش بس يعني ان انت تقدر تدفع مبالغ كبيره في حاجه ما عليهاش حجم طلب، لا، هو ده اللي بيعزز طول عمر النادي الاهلي بيحصل على اكبر العقود التجاريه في المنطقه بتاعتنا وفي القاره الافريقيه بحكم حجم الطلب بتاع جمهوره، وكمان حجم الولاء والوفاء. ما ممكن برضو الجمهور يبقى في عندك جمهور لكن ما عندوش نسب الولاء العاليه. هي دي النقطه، السحريه يا دكتور النادي بتاعه، فعشان كده هنا بتبقى قيمه العلامه اكبر وقيمتها التجاريه اكتر. حجم الولاء والحرص على النادي من قبل الجمهور بيعلي القيمه. طبعا حجم الولاء، لان حجم الولاء معناه انخراط في متابعه الاخبار، يعني الفاعليه طبعا، الفاعليه في متابعه الاخبار والفاعليه في شراء المنتجات اللي بتحمل العلامه التجاريه للنادي الاهلي. صحيح. كل ده طبعا هو اللي بيبني قيمه العلامه داخل السوق. والنادي الاهلي بطبيعته وبحكم تاريخه الكبير وبحكم جمهوره ايضا الكبير ودرجه الوفاء العاليه ودرجه الاهتمام بمتابعه اخبار النادي الاهلي، ويمكن انت برنامج حضرتك الموفر ما هو واحد من اعلى البرامج الرياضيه في نسب معدلات المشاهده، عشان قيمه ملك وكتابه كده عاليه. اللي هي جزء من قيمه وعلامه التجاريه للنادي الاهلي. فده كله بيعزز قيمه ومكونات العلامه بتاعتنا. احنا اكبر علامه، مش بنقول كلام عشان احنا بننتمي للنادي الاهلي، ده واقع وحقائق بيتبنى عليها سوق وبيتبنى عليها ارقام في مبيعات وبيتبنى عليها ارقام في حقوق تجاريه موجوده. طيب انا ملاحظ حاجه كمان كنت بشير ليها يا دكتور، كل شركه ارتبطت بالنادي الاهلي او كل وكاله حتى ارتبطت بحقوق رعايه النادي الاهلي حرصت في العقد التالي ان تنافس وربما تاخد العقد الجديد بضعف القيمه اللي كان عليها العقد الاول، بما يعني انه كل طرف بيتعاقد مع النادي الاهلي تقريبا بيكسب ضعف اللي بيدفعه للنادي الاهلي، مش كده؟ اولا بيكسب ضعف اللي بيدفعه للنادي الاهلي، لان موضوع الرعايه فلسفته اتغيرت خالص بالنسبه للشركات والشركات التجاريه. النهارده الاول احنا كنا بنقول عايزين الوعي بالعلامه التجاريه للشركاء من الرعاه، يعني الناس تعرف الشركات التجاريه اللي كانت موجوده في السوق. النهارده لا، الموضوع اختلف. الشركات عايزه تزود مبيعاتها لجمهور النادي الاهلي، وبالتالي لما بينزل ابلكيشن تطبيق على احد شركات الاتصالات جمهور النادي الاهلي بقوته الكبيره دي بيخش ويحمل التطبيق، وبالتالي بيولد عوالق تجاريه للشركه. بالظبط. وبالتالي الشركه بتبقى حريصه ان تخش مع النادي الاهلي في شراكه، بشراكه حقوق رعايه باي ثمن مطروح داخل السوق نتيجه لهذه المبيعات الكبيره للشركه. فالعمليه ما بقتش عواطف فقط ما بين الشركات وحب الانديه والى اخره، لا، ده مصالح تجاريه مشتركه اساسيه لابد ان احنا نبقى فاهمينها وجمهورنا فاهمها، وكمان احنا حريصين ان احنا نطور الحقوق بشكل مستمر. يعني احنا السنه دي طرحين مجموعه من الحقوق الجديده بشكل كبير جدا، وبالتالي كل الشركات قراتها بشكل جيد جدا وحريصه ان هي تخش في الشراكات مع النادي الاهلي. عشان كده احنا بناخد المبالغ الكبيره اللي بتخلينا دايما رقم واحد في السوق. إذن الدكتور سعد كمستشار التسويق لمجلس إدارة النادي، أنت بتطمئن الجمهور على الأوضاع الخاصة برعاية النادي الأهلي بشكل تام؟ بشكل تام جدا، والجمهور الكريم هو عنده يمكن ما يميز جمهور النادي الأهلي إن عنده درجات عالية جدا من الوعي، عنده درجة جدا من الوعي.